انت كان ليك صورة لصلاح، الله الله، صورة انت مذاكره شهيرة بقى، يعني. انت مذاكره بقى. يعني دايما الصور، وخصوصا دلوقتي كمان مع وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع اختلف، الموضوع ما طبعا بقاش طبعا مقتصر على التلفزيون. صورة طبعا ممكن تروح فايرل زي ما طبعا بيقولوا كده، طبعا تصحى الصبح تلاقي صحيح. نفسك صورت صورة قلبت الدنيا. ايه الصور حصلت اللي عملت معاكوا كده؟ في خلال المونديال، يعني كان لنا يعني في صورة ميسي في أول مباراة بالنسبة ليا وبالنسبة برضو لفريد، دي كانت صورة مهمة جدا. انا حاسه ان انتوا كانت عينيكوا على ميسي لا في هو اصل المونديال هو ده، هو كل الناس اصل صحيح. خدي بالك، احنا رايحين مذاكرين يعني الناس دي، دول اخر في كام شخص كده، كام لعيب ده اخر كاس عالم ليه، صحيح، منهم ميسي، كريستيانو، كريستيانو. يعني خلاص ده اخر مباراه ليه. فمن ضمن الصور برضو اللي هي كان في مباراه الارجنتين والسعوديه، ولما الارجنتين خسرت، في صوره لميسي وهو بيقع كان بيصرخ، فدي كانت برضو دي انتشرت جامد جدا على السوشيال ميديا. وفي برضو صورة ليا لكريستيانو رونالدو بعد، كان في مباراة غانا بعد ما احتفل بالهدف، فهو بيحتفل كان في بانر لميسي برضو جنبه، كأنه بيبص له كده مبتسم وفرحان كده وباصص وباصص كده وفرحان لميسي للبتاع. وباصص اعتقد هي كريستيانو. موجودة في ال نعرضها ان شاء الله، نشوف الصوره اللي احمد بيتكلم عنها. انت فريد، ايه اكتر الصور اللي بعد الفتره هنعرضها ان شاء الله، انت اكتر الصور اللي انت حسيت انها انا يعني قلبت الدنيا اول معاك؟ حاجه اول حاجه صوره كريستيانو، صوره ميسي واللاعب السعودي الشهري باصص له وبيزقر، دي انا لقيتها لفت جامد. وبرده نفس المباراه وميسي ماسك التيشيرت بتاعه بعد، يعني بعد كوره كده كان ثابته لحد التيشيرت قوي كده، برضه صوره موجوده، كان متضايق جدا. واصلا ميسي انفعاله قليل، انفعاله بقليل فلا صحيح، يعني ما انفعل بيظهرش عليه قوي بالشكل كده، ده. فانفعل قوي كده، فدي كانت كويسه قوي يعني. برضه كريستيانو رونالدو صوره انا برضه سعيد جدا بيها، هو كان في ماتش، وكان ماتش مش فاكر ماتش مين، بس نزل متاخر، فهو الكرة طلعت بره، فلف من ورا الجول بياخد الكرة من البنت بتاعت الكرة، فابتسم لها وهي طبعا مش مصدقة، وديت له الكرة، فيعني خدت رقطة وهي كده يعني باصين لبعض. الحمد لله الصورة برضو شفناها، الستات شافوها من زاوية تانية خالص.